هنروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم اخبار النادي الاهلي اللي اتنشرت على مواقع الانترنت، وهنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الفريق الاول لكره القدم في الاهلي استأنف تمرينه النهارده العصري والسبت على ملعب مختار التتش في الجزيره استعدادا لمواجهه المصري بورسعيدي. المباراه اللي هتقام يوم الخميس اللي جاي، المباراه طبعا المؤجله ما بين الفريقين من الجوله 19 من الدوري المصري الممتاز. الفريق حصل على راحه امبارح وبعد كده تم استئناف تمرينه النهارده العصر عشان يبدا التحضير لمواجهه المصري بورسعيدي. كمان بوابة أخبار اليوم قالت إن بيخضع اليوم يوم السبت كل من رمضان صبحي وإسلام محارب ومحمد هاني ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لفحص طبي قبل ما ينطلق تمرين الفريق في مقر النادي في الجزيرة، ده طبعا عشان تحديد ميعاد مشاركتهم في التمرين الجماعي ومدى جاهزيتهم للتواجد مع الفريق خلال المرحلة اللي جاية. الثلاثي خضعوا لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة اللي فاتت عشان يتعافوا من الإصابات اللي جات لهم. كمان هيتحدد النهاردة ميعاد مشاركتهم في التمرين الجماعي بعد وطبعا للفحص الطبي. اليوم السابع كمان قال ان بيحاول الجهاز الفني والجهاز الطبي في النادي الاهلي ان هم يجهزوا شريف اكرامي حارس مرمى الفريق عشان يشارك في بطوله او في مباراه المصري بورسعيدي المقرر ليها ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي في بطوله الدوري الممتاز. غاب شريف اكرامي عن مباريات وتدريبات الفريق اللي فاتت بسبب اصابته بتمزق في عضله السمانه، وده جاله في تمرين الفريق كان يوم 28 فبراير اللي فات. قال مصدر في النادي الاهلي ان شريف اكرامي شارك في تدريبات الفريق اللي فاتت لكن من غير اي التحامات قويه. كمان الحارس الدولي بيشارك في التمرين بقاله يومين متتاليين وبعد كده هيتم راحته النهارده عشان ما تتجددش الاصابه ليه مره تانية في عضله السمانه. كمان قال المصدر ان شريف اكرامي هيتم تجهيزه بنسبه كبيره جدا عشان يدخل في قائمه مباريات المصري بورسعيدي، لكن الموضوع لم يحسم سريعا او لم يحسم بعد، فلو شارك الحارس الدولي في التدريبات وحسب الام في السمانه فهيتم برده راحته سريعا ومش هيدخل في قائمه مباريات المصري بورسعيدي عشان ما تتجددش مرة تانية الإصابة. أما إذا شارك بقى ومحسش أن في أي ألام فأكيد إن شاء الله هيكون ضمن قائمة المباراة، وقتها هيحدد الجهاز الفني مصيره من المشاركة في اللقاء. بيفقد النادي الأهلي كمان جهود الحارس محمد الشناوي في مباراة المصري بورسعيدي بسبب الإيقاف، وهيدافع عن عرين الفريق في مباراة الخميس اللي جاي شريف إكرامي لو كان جاهز أو علي لطفي.